مولدي إضافات، كل مرة يجيب معلومة، وبعدين يقول لك مساكن طيبة في جنات عدن، غرفات مبنية فوقها بعضها فوق بعض، ممكن تتصور بخيالك قصور أو أبراج، وبعدين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما سلاما، بيوصف الحياة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبعدين الآخر يقول لك ورضوان من الله أكبر. هو إيه الرضوان؟ وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هو الرضوان الأكبر. وبعدين يجيب الختام منتهى الإبهام، فيقول لك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فنفهم من كده أن كل الصور اللي فاتت دي صور تقريبية، إنما اللذات هي من قبيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أكن العرض لفكرة الجنة، رغم أنه يبدو للقارئ المتعجل السطحي أنه هو تكرار، هو مش تكرار، ده نمو، يفضل ينمو 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 لغاية في النهاية يوصل للذروة وهي الرضوان، وهي ما لا عين رأت، لأن دي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وجمال الوجه الإلهي واستغراق العين أو الرؤية في جمال الله سبحانه وتعالى، ده لغز لوحده، ده هو ده اللي لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ده حصل عبر تطور للتيمة الصغيرة البسيطة اللي هي الجنة. فالبنية القرآنية أنا بشوف إنها بنية حية فيها صفات النسيج الحي، وزي النسيج الحي لما ناخد منه أي حتة فالحتة دي تتضمن كل أسراره. لما ناخد أي خلية من أي كائن، الخلية دي عليها كل طابع هذا الكائن، وفي داخلها الجينات الوراثية بتاعته، وفي تاريخه كله جوه الخلية دي، أي حتة منه تحتوي عليه كله. بدليل في النهاية ان الحيوان المنوي في دماغه شايل كل قصة هذا الكائن اللي هو جه منه. نفس الحكاية في القرآن، ممكن تاخد 4-5 أسطر من القرآن من اي حتة تلاقيها تشمل على اسرار القرآن الجوهرية، يعني اللي هي التوحيد واسماء الله سبحانه وتعالى. تلاقي الفاتحة عبارة عن 7 آيات لكن فيها القرآن كله، تمام، زي الخلية الصغيرة اللي فيها أسرار الكائن الحي، أو آية الكرسي. ودي صفات الـ البنية الحية. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما وصف القرآن قال إن أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا، يعني وصف القرآن بإنه روح. سر هذا الوصف إن القرآن يتصف بما تتصف به البنية الحية. طيب دلوقتي بقى نفكر، ايه الفرق بين الحي وبين الميت؟ احنا وصفنا الحي وعرفنا الخاصية اللي في البنية الحية. في الميت بقى شوفوا البني آدم لما بيموت بيبقى شكله ايه، ويعفن لما يعفن ويتحلل بيبقى شكله ايه، بيبقى قطعة من الفوضى، ويبقى مختلط ومهوش ويفتقد الوحدة، وخلاص يبقى كل زي ما تمسي تحول عمارة هائلة جميلة إلى كومة من التراب. ده الفرق بين الحي والميت. حلقة النهاردة هنشوف فيها نموذج جميل جدا لهذه التيمة البسيطة، هي عبارة عن عيلة نجمة البحر. هذه العيلة تبتدي بالنجمة البسيطة ذات الخمس فروع. هنشوف بقى التنويعات اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها في هذه النجمة البسيطة عشان يخرج منها أنواع من التفعيلات والتشكيل البديع، والأفراد العيلة دي بقى شكلهم إيه وإزاي حصل تمام، أكنكم بتشوفوا عمل سيمفوني رائع جميل. نشوف مع بعض الفيلم، ننزل في قاع البحر
نجمة البحر من فصيلة الرخويات، يعني اللي ملهاش هيكل، هي شيء رخوي كده ملوش هيكل. آدي نجمة البحر، دي التيمة البسيطة اللي هنشوف بقى ازاي حصل التشكيل من خلال هذه النجمة إلى عيلة عجيبة. آدي نوع تاني، وبعدين شوفوا تنويع شكله ايه بعد كده. طلعت النجمة الشعرية، بقت الرجلين دي زي الشعر الرفيع، شوفوا التشكيل. وهنا بيوريكوا ان بعض افراد هذه القبيلة الشعرية بتبقى في النهاية زي الشجرة، ويبقى لها كلابات تمسك في الارض لمدة، وبعدين ممكن تسيب من الارض وتزحف بالفروع العجيبة دي. شوفوا التشكيل هنا ادانا ايه، حاجة زي الشجرة بالظبط، لكن برضو تنويع من الاصل البسيط اللي هو النجمة ذات الخمسة فروع. شوفوا الفروع بتتحرك ازاي، الفروع دي عليها زوائد، الزوائد دي هي اللي بتجمع العوالق وتاكلها. شوفوا حركة النجمة الشعرية، حركة غريبة صحيح، بتمشي 40 متر في الساعة. ده نوع تاني اسمه الدودة الاسطوانية، دي رجليها زي المجسات اللزجة، بتتنقل من حتة لحتة عن طريق الأثر الهيدروليكي للرجلين. شوفوا بقى الرجلين اللي كنا شايفينهم خمس رجلين للنجمة، هنا بقوا حوالين الفم فقط، وبتستعمل الرجلين دي مجسات تتحرك بيها. فرغم ان هي زي اشبه بدودة اسطوانية، هي مش دودة، هي من عيلة نجمة البحر. بنعرف الكلام ده لما نبص عند النهاية ونشوف الايه، الزوائد المريشة اللي زي الريش دي اللي حوالين الفم. شوفوا هنا الفروع بقت زي الزوائد مريشة كده حوالين الفم، وظيفة الرجلين دي انها تلم الاكل وتحطه في البق، وفي نفس الوقت بتتحرك بيه. دي الافعوانية، النجمة الافعوانية. النجمة الافعوانية دي بتتحرك عن طريق ضخ المية من البق. شوفوا زي القوقع ده بيعمل تيار في المية بانه يضخ حبة، مشوف ازاي فيتحرك. كذلك الدودة النجمة الافعوانية دي بتتحرك بانها تضخ المية من بقها. شوف ازاي العجيبة في نجمة البحر، ان فتحة الفم في أغلب الأحوال بتبقى هي فتحة الشرج وأيضا فتحة التنفس في نفس الوقت، يعني ما يبقاش للدودة إلا فتحة واحدة، وأحيانا بيبقى فيه فتحات خاصة لقنوات التنفس حوالين الفم. ده التيمة الأصلية، الشكل الأصلي اللي تفرع منه كل الأشكال دي. كل رجل من الرجلين دول شايفين لها زوائد رفيعة ازاي، الزوائد دي بتستعملها في الحركة وفي اصطياد الغذاء، والزوائد دي عبارة عن انابيب بتتملى مية، لان في دورة مائية جوه النجمة، يخش المية من الفم. شوفوا الزوائد لما تتملى مية تتوتر، لما تقل المية اللي فيها تقوم تنتني. هنشوف النجمة دي ازاي بتقلصات خاصة في الجسم ممكن تدفن نفسها في الرمل.
هنشوفها بتدفن نفسها دلوقتي في الرمل. شوفوا احنا قلنا ان في دوره